السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف حاجة جميلة في البايثون، وهستخدم البايثون جوه الداينامو. إن أنا لو عندي قطعتين أو خطين مستقيمين وعايز أشوف هل هما قد بعض ولا لأ، طيب خليني أجي هنا وأقول له بايثون عايز أرسم خطين، فهقول له ارسم لي لاين. تمام. طيب اللاين ده ممكن ترسمه بأكتر من طريقة. ممكن أقول له إيه، طب انا عايز الستارت والاند، او اقول له الستارت والاتجاه والمسافه دي. طيب هقول له ستارت ايه، ستارت بوينت واند بوينت. طيب عايز اديله بقى النقطتين، هقول له بوينت باي كوردينيتس. طيب هنا كوردينيتس بيفترض 0 0 0. تمام. فلو انا اديته كده هيعتبر ان اول نقطه 0 0 0، ومستني النقطه الثانيه. ماشي. لو اديتها له كده هيحصل عنده مشكله، لان كده الخط مفروض بين نقطتين، فانا بقول له ايه، لا خليها بين نفس النقطه، فمش هينفع. فهقول له طيب خد النمبر دوت وليكن مثلا هنخليها مثلا ب 17، ده في الاكس والزد والواي. تمام. بقت بالشكل دوت. او ممكن نقول له لا بلاش الزد، خليها في الاكس والواي بس. تمام. طيب وهاخد بقى دي كده كلها كوبي بيست. تمام. ده انا عندي خطين كده جنب بعض. طيب خليها بدل ما هي 17 خليها 20. تمام. هيبقى عندي خطين تانيين. تمام. ودي 0 0 0، او خلينا نغير فيها شويه. تمام. بقى عندي واحده من هنا لهنا وواحده من هنا لهنا. طيب هقول له البايثون خلي فيه 2 مدخلات موجودة، هو ده المدخل الأولاني وده المدخل التاني. طيب هدوس هنا مرتين عشان أدخل، وهقول له ده سميه لاين 1، ده هياخد الانتجر اللي هو 0. ماشي. طيب والتاني لاين 2 ده هيساوي الانتجر 1. تمام. يعني ده هياخد الرقم ده وده هياخد دوت. طيب ممكن اقول له بقى ايه، انا عايز اكس هتساوي لاين 1 او انتجر 1، يعني انتجر 0، ممكن ناخد الرقم على طول لاين 1 دوت لينس اللي ان جي دي اتش. تمام. طيب دلوقتي هيعمل ايه، هيجيب لي طول الاكس، اقول له ران هيجيب لي طول الاكس قد ايه. طيب خلينا نقول له وبرده الواي هتاخد الرقم لاين 2، واقول له اكتب لي الاكس والواي. نعمل ران هنلاقي الرقمين ظهروا بالشكل ده. لو عدلت القيمه هنا هتلاقي هنا ده بيعدل في الرقم اللي فوق، وده بيعدل في الرقم اللي تحت. تمام. اللي هو لاين 2. طيب دلوقتي عايزين نعمل تشيك هل فعلا الاكس بتساوي الواي ولا لا. طيب في اكتر من طريقه للموضوع دوت. هقول له مثلا على سبيل المثال اعمل لي الزي بتساوي، هتاخد النتيجه بتاعت هل الاكس والواي بيساوي بعض. طب اكس، وبعد كده لو انا عايز احط قيمتين مقارنه من بعض بتبقى ايكوال ايكوال واي. تمام. وبعد كده اقول له اطبع لي الزد الزي، هيقول لك فولس. طيب لو خلينا دي 22 ودي ب 22 هيجيب لي انها بترو. ليه؟ خلاص الاثنين بقى طولهم قد بعض، فجابها لي ان دي بترو. طيب عايزين نشوف قاعده اف في الموضوع دوت. عايز اعمل موضوع ان انا اقارن بين حاجتين باستخدام قاعده اف. فخلينا ناخد مثلا قاعده اف، لو الاكس بتساوي واي وبعد كده هدي نقطتين، وبعد كده الجمله بتاعت اف لازم تبقى في مسافه، وبعد كده هقول له خلي الزي بتساوي ترو. يعني لو الاكس بتساوي واي اطبع لي كلمه ترو. طيب لازم برضو نعمل حسابنا انها ممكن ما تكونش كده، فاروح قايل له إلس إف، لو بدل إكس بتساوي واي، لا هنخلي الإكس لا تساوي
الواي. تمام؟ طيب وادي نقطتين واقول له يبقى ساعتها خلي لي الزي بتساوي فولس. تمام؟ طيب نقول له بقى ايه رن بتساوي فولس. طب لو الاثنين بتساوي 22 هيطبع لي ترو. طيب بقى ممكن اقول له ايه، خلي دي اكبر ودي اصغر، وساعتها هنا هيطبع لي اكبر وهنا هيطبع لي اصغر اصغر، او ممكن تكتب اكبر منه واصغر منه الحاجات دي. طيب لو هم ده بيساوي ده كده تمام، هيبدا يعمل لي علامه اكبر. لو العكس هيبدا يخليها لي اصغر. طيب لو الاثنين بيساوي بعض، بص هيقولك في مشكله انت ما اديتنيش دي، طب خلينا نديها له بقى. تمام؟ اقول له ايه إلس، لو حاجه من غير الاثنين دول اكيد هتبقى ايه، اكيد هتبقى الزي هتساوي ايكوال. يبقى كده اهي، كده اكبر كده اصغر، ولو 22 ابو تريكة تبقى ايه.